تاني يا جماعة مع بعض علشان نعمل مع بعض الجلابية بشكل سهل وبسيط اوي. يلا بينا خطوة خطوة نعمل الجلابية. اول حاجة هنبدأ نعمل ربع دوران صدر معانا، وبعدين هنبدأ نحط ربع دوران حردة الرقبة الأمامية والخلفية، وبعدين ننزل بطول حردة الرقبة الأمامية وواحد ونص حردة الرقبة الخلفية. هنا مش هنعمل حردة، هنا هنعمل سبعة بإيدينا كده، تمام. وبعدين هنا هنعمل حردة بسيطة برضو في الخلف، تمام كده بشكل سهل وبسيط اوي. وبعدين هننزل من هنا 3 سنتي ما لين الكتف بتاعي، نبدأ نحط خط بدون مقاس، نبدأ ننزل بطول الكتف معانا، وبعدين هنبدأ ننزل من الكتف أو من النقطة الأولى اللي بدأناها طول الظهر بتاعي، تمام. وبعدين هنيجي من هنا كده ونبدأ نحط ربع دوران الصدر في مكانه الطبيعي، مش هنقسم الوسط، وهنحط برضو نفس دوران الصدر في دوران الوسط. وبعدين هننزل من هنا بطول الجنب معانا، تمام. وبعدين نبدأ نحط ربع دوران أكبر حجم أهو بالشكل ده. وبعدين يا جماعة هنبدأ ننزل من الكتف على دوران الصدر. طبعا الجلابية في منتهى الشياكة والجمال والأناقة، تقدري ان انتي تبقى جلابية استقبال، وتقدري ان انتي تبقى جلابية عادية خالص، يعني تبقى جلابية مثلا بيتي تلبسيها في البيت عادي، يعني ممكن ان انتي يعني تخلي شكلها يبقى مختلف. بس طبعا بعض الاكسسوارات اللي هنحطها فيها هتصبح ان هي تبقى جلابية استقبال، تمام. وبرده ممكن تبقى جلابية عادية خالص. دلوقتي وصلت دوران الصدر مع دوران الوسط، وبعدين هنبدأ ننزل بعرض القماش وعرض دوران اكبر حجم، تمام بالشكل ده. وهنبدأ نقص واحدة واحدة بقى يا جماعة. طبعا مش هنشتغل على اكياس نايلون المرة دي خالص، لا المرة دي هنشتغل على القطع اللي احنا متعودين عليها علشان الجلابية تبقى مظبوطة كده وفي منتهى الشياكة والجمال والأناقة. اكتبيلي بس رأيك في التعليقات تحت، وقوليلي رأيك في الجلابية ايه وعجبتك ولا لأ. بصوا فكرة الجلابية سهلة وبسيطة جدا. هنبدأ نفصل الأمام عن الخلف بالشكل ده، وهنبدأ نجيب السبعة بتاعت الأمام بالطريقة دي. والتعديلات والإكسسوارات اللي هنركبها دي حاجة من ضمن الجلابية اللي معانا، يعني لازم إن أنا أعملها أساسا، ما ينفعش إن أنا أقول لأ مش هركب الحاجات دي، تمام. هنبدأ خطوة بخطوة نجيب الإكسسوارات. أول حاجة كده طبعا هنيجي من أول الطرف هنا ونبدأ نمشي بالشكل ده، يعني هنبدأ نيجي من هنا كده لحظة واحدة أهو كده. بصوا الشياكة، لحظة واحدة هبدأ بس أجيب دبيس بسرعة قوي وأرجع لك تاني. بصوا يا جماعة دلوقتي بقى هنبدأ واحدة واحدة كده نيجي هنا ونثبت الألماس بتاعي زي ما انت شايفة كده. بصي الألماس هثبته طبعا لحد النهاية، يعني ما تقوليش لحد ايه لحد قطعة معينة وهنسكت خلا كده، لا هنبقى لحد هنا، تمام. المفروض بقى ان احنا نكمل بقطع الألماس الصغيرة، بس مش هكمل بيها، لا هكمل بالذهبي علشان يبقى اطول شوية بردك اهو، علشان يعني الفكرة نفسها تبقى شيك وهو بردك سهلة وبسيطة قوي اول مرة هنكون عملناها، تمام. وهنبدأ بقى نيجي نجيب هنا الفضي برضو كده اهو بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لك الاكسسوارات هي اللي بتحلي اي جلابيه وبتخليها تحدد مستواها، يبقى جلابيه استقبال ولا جلابيه بيتي، وكمان ممكن تبقى فستان سواري عادي خالص. انتي تعملي حاجه اصلا جلابيه بيتي تبقى زيها زي الفساتين السواري اللي طالعه الايام دي، تمام. هنبدأ بس واحده واحده كده، لحظه واحده هنبدأ نيجي من هنا برضو اهو بالشكل ده، تمام. او بالطريقه دي يا جماعه عملنا قطعه الجلابيه من الامام. هنبدا نجيب الجلابيه بتاعتي بالصوره دي، وهبدا احطها هنا كده امام على خلف، وبعدين هبدا اقفل كده الكتف على الكتف بصوره سهله وبسيطه خالص اهو اهو، شايفه ازاي. وهنيجي من هنا برضك ونقفل الكتف على الكتف. وبعدين يا جماعة ده الشكل النهائي بتاع الجلابية بتاعتي، اتعملت بصورة سهلة وبسيطة خالص. بس طبعا مش هنسكت بقى على شكل الجلابية كده، لا ده احنا كمان هنعمل لها كم يكون في منتهى الشياكة والأناقة. الكم بتاع الجلابية بتاعتنا بقى هنبدأ بس نشيل الجلابية بتاعتنا دي كده على جنب اهو، الكم هنبدأ نتني مرة بالطريقة دي، ونرجع نتني مرة كمان بالشكل ده اهو،
وبعدين هنبدأ نجيب المسطرة ونجيب القلم ونبدأ نحط ربع دور، نص دوران الدراع معانا، ونبدأ ننزل من هنا كده بالطريقة دي بطول الكم، وننزل هنا 7 سنتي، ونرتفع هنا 4 سنتي، ونبدأ نعمل حردة الجيرو بالشكل ده. تمام. بعدين هنبدأ نحط اسورة طبعا هنا، يعني نعمل الاسورة بتاعتنا اهي. والاسورة برضك دي انتي بتقسميها على حسب دراعك انتي، ممكن تعملي كم واسع للجلابية دي، لان لو اتعملت كم واسع برضك هتبقى شيك جدا وسهلة قوي وحلوة، بس مش هنحط في الكم في اي حاجة تانية علشان الموضوع ما يبقاش ايه بقى اوفر قوي كده، ما اوفر مننا. الجلابية يا جماعة بتبقى حلوة قوي لو عملتيها بنفس الصورة دي، يعني هتبقى هي نفسها شيك اصلا عملتيها نفس الشكل ده بنفس الصورة دي. لحظة واحدة بس كده اهو، استنيني بس، خلينا ندبس الكم بتاعنا كده اهو، وهنبدأ ندبس من الناحية التانية برضو الكم اهو. الموضوع سهل قوي وبسيط. ثانية واحدة اهو، شايفة ازاي بالطريقة دي اهو، شايفة ازاي الموضوع بقى سهل قوي وبسيط يا جماعة. هبدأ اوريكم بقى شكل الجلابية في الاخر خالص، اتعملت بصورة سهلة وبسيطة قوي. طبعا كل اللي عليك اللايك الجميل والتعليق الاجمل، الاشتراك طبعا اختيارك انت او قرارك انت، والصلاة على سيدنا النبي اهم من الفيديو كله. لحظة واحدة اوريك الشكل النهائي. بصوا بقى يا جماعة، ده الشكل النهائي للجلابية، اتعملت بصورة سهلة وبسيطة قوي ومن الصفر. طبعا الفكرة بتاعت الجلابية يا رب تكون عجبتك، وكمان الكم بتاعها وشكلها النهائي. بصي الشكل النهائي اتعملت بصورة سهلة وبسيطة جدا ومن الصفر. اهم حاجة تفرجي خطوة بخطوة، واللايك الجميل والتعليق الاجمل، الاشتراك طبعا اختيارك انت وقرارك انت، والصلاة على سيدنا النبي اهم من الفيديو كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تفصيلة وخياطة جلابية بيتي بشكل سهل وبسيط قوي، جلابية تنفع، جلابية استقبال، وكمان جلابية خروج، وكمان تبقى جلابية عادية خالص بصورة سهلة وبسيطة قوي ومن الصفر. كل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا، في امان الله. مع تحيات تعليم الخياطة مع مريم احمد.